وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا في استوديو مركز الأخبار الأستاذة روان الدجاني، باحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. أهلا بك في استوديو مركز الأخبار، وبداية تحدثينا عن جهود مملكة البحرين في تعزيز العلاقات الخليجية. طبعا، فتتأسس السياسة الخارجية البحرينية على عدة مبادئ، ومنها حماية مصالح البحرين في كافة المجالات من خلال إقامة علاقات متوازنة مع كافة الدول سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. ولكن تحظى دول مجلس التعاون الخليج العربي بأولوية في أجندة السياسة الخارجية لمملكة البحرين، والدليل على ذلك أن في ميثاق العمل الوطني البحريني في الفصل السادس كامل يضمن أن دول مجلس التعاون الخليجي تحظى على أولوية في القضايا الخليجية تحظى على أولوية في أجندتنا السياسية. وهناك عدة مؤشرات لذلك. الأولى أن البحرين هي مقر مركز العمليات الخليج الموحد البحري الذي تم افتتاحه عام 2016، والبحرين أصلاً هي اللي اقترحت مقدم المركز تم افتتاحه في قمة مجلس التعاون عام 2009. والمركز يختص بتنسيق وتبادل المعلومات عن الأمن البحري. الأمن البحري طبعاً موضوع جداً مهم بالنسبة للإقليم وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليج العربي وبالنسبة لدولة البحرين. وثانياً، لعبت البحرين دور مهم في توقيع اتفاقية الاقتصادية لدول الخليج العربي اللي تم توقيعه بعد تأسيس مجلس التعاون عام 1981، وبالإضافة إلى توقيع اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج في المنامة عام 2000. توضحي لنا أهمية القمة الخليجية، لابد أن لها أهمية وجوانب عديدة تترتب على هذه القمة، فإن نتحدث عنها قليلا. طبعا، فتعتبر انعقاد قمة 43 لدول مجلس التعاون الخليج العربي جدا مهمة، بالذات في هالتوقيت لكونها تعكس التعاون الجماعي لدول الخليج، حيث أن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة تتطلب وجود رؤية خليجية مشتركة. ومثلا على الصعيد العالمي، لا تزال تداعيات الأزمة الأوكرانية تنعكس على الشرق الأوسط وعلى الخليج العربي، وخاصة فيما يتصل بالأمن الغذائي والطاقة. وفي ظل تشابك المصالح، فإن اتخاذ موقف خليجي موحد يعد أمر مهم جدا. وعلى المستوى الإقليمي، فإن استمرار الأزمات في دول الجوار تؤثر على أمن منطقة الخليج العربي، فهذا يعني أن ضرورة اتفاق دول الخليج على آليات محددة لمواجهة تلك الأزمات. ومن ناحية ثالثة، توجد قضايا أصبحت من الأولويات. هذه القضايا تعتبر أزمات غير تقليدية، منها تغيير المناخ، تهديدات الأمن السيبراني، تهديدات الأمن الغذائي، فتحتاج دول مجلس التعاون لرؤية مشتركة. ولذلك انعقاد القمم باستمرار يعكس إصرار دول الخليج على ضبط التهديدات الإقليمية. نعم، وينعكس ذلك على الأمن والأمان في المنطقة بلا شك. نعم، الأستاذة روان الدجاني الباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بمركز البحرين دراسات، شكرا على وجودك معنا. شكرا.